السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم خاوتي، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. على كل حال عاد إلينا بالبركة إن شاء الله. الحاجة الأولى اللي جيتكم اليوم انبوكسينج جديدة إن شاء الله، راح نبدأها على القناة عبارة عن مايك. تابعوني بعد الفاصل لتروا ماذا أحضرنا اليوم. إليكم بعد الفاصل. بون، أول حاجة هذا الكوري صمم من موقع علي اكسبريس، شكرا لموقع علي اكسبريس، راهم يلحقونا في منتجات ما عدا منتوج واحد اللي قلت لكم صرالي فيه مشكل. هذا المنتوج عبارة عن مايك طلبته لتحسين صوت القناة، راح نجربوه معاكم ونفتحوه معاكم ونشاركوا بعضنا في الانبوكسينج إن شاء الله. نبدأ على بركة الله، نفتح الكوري بالسكين كالعادة، وتغليف يعني كما تعرفوا موقع الإكسبرس ما يلعبوش في الأمور هذه. فتحنا الحاجة المهمة. قريب زرحت راحي بالانبوكسينج يا اخي. هذا هو الشريط، الساشيه من فوق فقط. هذا عبارة عن ميكروفون، ان شاء الله يكون الاداء نتاعو كما كنا نتوقعوه ان شاء الله. حابين نحسن اداء صوت القناة، انتم اعطوني رايكم في التعليقات ان شاء الله. كل اداء تحسن والله ما تحسنش. نشوفو انبوكسين ونخرجوها الكرتونة نتاعو. هي اول مرة تصلنا حاجة ما الكرتونة نتاعها مازالها جديدة ما تزبطش. كنا نقولو ماشي الكرتونة العلبة، الناس اخواننا العرب في المشرق او الاخر. هذا هو هون العلبة تاعو كيما راكم تشوفو، جيم ستريمينغ، فيديو شاتينغ اند ريكوردينغ. هذا هو المايك تاعنا، سايد ساوند 5.25 مليمتر ديسباتشو دي اس بي ديس ستيديو. يعني هذا المايك يعني يمشي افيك اي اس بي، بالاي اس بي على باسكو فيه كارت سون داخلية. نفتحو العلبة الساعة نشوفو نديرو هاذي. ايه راه مغلقة هنايا بالسكوتش باش متحلش. على حساب واش راني نشوف حلوها الجمارك ولا محلوهاش، مكتبليش بان بليك شغل متحلتش. شغلك ميكروفون، خلاها ميكروفون وخلاص. بسم الله. علبة في وسط علبة، هذا قاعد لأجل التغليف زيت. وبالنسبة للمنتجات اللي تروح كما نقولو ديليفري عبر الإنترنت ولا اللي تشتري عبر الإنترنت، التغليف تاعها ديما يكون مختلف تماما على التغليف تاع المنتجات الأخرى. الوزن تاعو قيمة بلي شوية ديما نقول راهو بالمعدن ولكن لا أظن ذلك. وهذا هو الميكروفون. هذا وزن، فيه وزن، فيه وزن. هذا هو المايك، خلوه بجي نشوفو واش كاين في العلبة. نشوفو واش كاين. هنا كاين كتيب تعليمات، ستيكر سامسونج دوجين يعني اونلاين برودكشن. كما قلت لكم التغليف تاع المنتجات اللي تتباع اونلاين يختلف على التغليف المنتجات اللي تتباع محليه كما نقولوا تتباع في الاسواق تاعنا ولا في الاخر. على جال الشحن هذه يخلفوا يديروا الاختلاف تاعهم. على جال الشحن
كما نقولوا تلقى عندي كيما هذا المايك، تلقى العلبة تاعو مش كيما هذه USB، كما نقولوا ميني USB، ماشي USB، ميني USB عادي، يعني ميني USB العادي، يعني مش حاجة اللي الاخر، مش كيما المايكرو USB، يعني هذه تقنية شوية قديمة. وعندنا هذه البوشيت اللي نحط فيها المايك، بوشيت مليحة على كل حال وفيها سامسونج. نحط العلب هذه بجهة ونبداو نلهاو بالمايك تاعنا. هذا هو المايك على كل حال، كما راكم تشوفوا فيه هنايا الفوليوم كما نقولو الصوت تاع المايك، نزيدوه هنا ولا والو. وهنا راني نسجل بالكاميرا، من بعد راح نسجلكم بالمايك هذا ونشوفوا الاختلاف. هاو هنا وين يركب مدخل الميني USB، وهنايا مدخل السماعات، السماعات باش تسمع الصوت تاعك. هذو لي ستاند تاعو اهو، يتحط كيما هكا او تقدر لوضعية اخرى هكا وتحكي بيه هادي. وهنايا الميوت كيما نعرفو، هنا الميوت هون فيه بلاصة وين تحط الستاند، كيما هنا ترايبود تاع الستاند معروف، يعني تاع ستاند اللي يديرو في السموه في الديسكتوب. هذا هو الاخر بون، هذا اللي انا نشوف فيه والله يبان لي كأنه معدن، حيث نسمع معدن وليس بلاستيك. والله كنت دايرو في بالي انا هذا بلاستيك، ولكن معدن فعلا صح، شي بلاستيك كروميك بالمعدن، معدن حقيقي يعني ماشي. هذا هو الميكروفون. زيدش فيه ثاني، ما فيه حتى حاجة أخرى، هذا مكان الشكل بتاعه صغير ويتهز في أي بلاصة. بو راح نروح للسيت اب، وراح نروح كيما نقولوا الكمبيوتر، راح نتستيو ونسجل لكم الصوت منه ونشوفوا التست بتاعه اسكو الميكروفون يستاهل او ما يستاهلش. وراح نسمع معايا دوكا التسجيل تاعو ان شاء الله. نروحو للسيت اب دوكا، USB تاعو كيما قلنا لكم نحطو هنايا، وراح نسمعو الصوت نتاعو ان شاء الله. بس اول مرة نبداو نبداو عادي جدا، نحطو هنايا كمان ما عنديش سماعات باش نتستي المخرج تاع السماعات، راح نكتفو باش نسمع الصوت تاعو فقط. هذا هو نبداو له بون، يركب هنا الميني USB هنا، نحطو USB مثلا، نحطو هنا راح يتعرف الجهاز على الميكروفون. شوفوا واش خرجنا، نروح نشوف الميكروفون الجديد تاعنا هذا، ساوند ريكوردينغ ميكروفون سامسونج. هنا رانا نشوفو نسمعو في الصوت تاع سامسونج. بو ماني راح ندير حتى حاجة، راح نتست الصوت تاعو قدامكم ونشوفو. هنا رنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الآن نقوم بتجريب المايك سامسونج. الصوت كما ترون ها هو، نستعمل الآن الصمت. كما سمعتوا دركا بالصمت فيه تخرخيش، ما فيش، عطونا رايكم دركا نسيو تست الاخر. الان نقوم بتجريب الصوت الخاص ب الكوشن اتش، سماعات الكوشن اتش. هنا الان نتحدث عادي جدا وفي حالة صمت.
كما رأيت. أعطونا رأيكم شبيبة في التست هذا اللي درناه لكم دركا. بون راني مشعل المكيف، ممكن هذاك النويز تسمعوه على أساس أن المكيف راه فوق يقدقد، ماهوش بعيد الصوت هذاك اللي سمعتوه راه تاع المكيف. ثاني حاجة، أعطوني رأيكم في التعليقات الفرق ما بين السامسونج هذا الميكروفون الخاص بالستريمينج والمايك اللي قلت لكم عليه هو الكوشن اتش اللي درت له ريفيو قبل اللي درت له انبوكسين، الصوت ما بيناتهم. وراح نزيد الهاتف نتاعي ان شاء الله، راح نزيد له لا ديفيرونس تاع التسجيل تاع الصوت نتاعو ايضا. راح تلقاو ثلاث فروقات، اعطوني الصوت اللي بان بكل وضوح وافضل صوت ان شاء الله. الى هنا ناتي الى ختام الفيديو، أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. للتنويه فقط، الفيديو مسجل كامل بالميكروفون الخاص بالهاتف، يعني كل مرة نسمع في الفيديو كومبلي راح نسمع في الميكروفون تاع الهاتف. عطوني نتوما الفرق ما بين الميكروفون تاع الهاتف والميكروفون تاع سامسونج والميكروفون تاع الكوشن اتش، المايك تاع الكوشن اتش، سماعات الكوشن اتش. بون، الى هنا ناتي لختام الفيديو، اشكركم على المتابعه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.